بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين، سيدنا ونبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. أبنائي الطلباء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بالجميع في حصتكم لمادة الرياضيات والموجهة خصيصا للأقسام النهائية الشعب العلمية، لنراجع معكم دروس وتطبيقات مادة الرياضيات للسنة الثالثة ثانوي، لنحضر معا لاختبارات الثلاثي الأول خاصة وامتحان شهادة البكالوريا، وتكملة لما بدأناه في درس أو في شبه الدرس الذي قلنا من خلاله تتمات على الدالتين اللوغاريتمية والأسية، يعني كاين بعض اللمسات التي نضيفها لهاتين الدالتين لكي تكون الدرس أو الملاحظات معمقة لهاتين الدالتين. إذا كما درسنا في الحالة السابقة إشارة العدد A لوغاريتم X زائد B، نتعرض بنفس الطريقة إلى إشارة هذا المقدار لأننا نحتاجه خاصة في إشارة المشتقة بصفة عامة لما تكون الدالة معطاة ومشتقتها تخرج لنا بهذه الطريقة. إذا هل يعني دائما طرح التساؤل التالي، هل هذا العبارة أو هذا المقدار هل نتعامل معه مثل ما نحفظه من قوانين وخاصة هذا AX زائد B اللي هو كثير حدود من الدرجة الأولى، والتلميذ طبعا حافظ. إذا هذا لو نذكركم به X مجموعة تعريف بالناقص ما لا نهاية زائد ما لا نهاية، الجذر الذي يعدم هذا هو ناقص B على A، وطبعا كاتبين قانون مشهور معروف، هنا نكتبوا عكس إشارة A وهنا طبعا نفس إشارة A. هل هذا المقدار اللي راه موجود في العنوان هل نتعامل معه مثل هذا؟ الجواب لا ندري، نحاول ندرسه بالتفصيل. إذا فرضيات أو معطيات هذا الحصة F لX تساوي A أسية X زائد B، طبعا مع A ينتمي إلى R نجمة و B ينتمي إلى R، نريد أن نعرف الإشارة. إذا المطلوب دراسة إشارة FX. إذا نحاول من خلال هذه العجالة من الوقت أن نجيب على هذا التساؤل. أولا مجموعة التعريف هي الأولى، طبعا مجموعة التعريف واضحة، الأسية مجموعة تعريفها R، إذا D تساوي R، هذه أول. ثانيا لاحظوا الآن هذا لا نتعامل معه مثل A لوغاريتم X زائد B، قلنا أولا متى تنعدم، بعد شفنا الحالة متى تكون موجبة متى تكون سالبة، نظرا لأن في هذا المقدار عندي قاعدة أساسية حافظينها، هو كون أن الأسية موجبة تماما، هذه الآن تفيدنا كثيرا، ما هوش مثل اللوغاريتم A لوغاريتم X زائد B، اللوغاريتم ينتمي إلى R، يعني ممكن يكون موجب وممكن يكون سالب وممكن يكون معدوم، لهذا وجدنا أن إشارة هذا المقدار نتعامل معها مثل هذا، لكن راكم تلاحظوا عندكم شرط أساسي أن الأسية موجبة وبالتالي عندكم حالتين. إذا ثانيا لدراسة إشارة F X نميز ثلاث حالات، الحالة الأولى إذا كان A أكبر من الصفر، أنا نصغر الكتابة هذه باش تبقى في سطر واحد، الحالة الأولى إذا كان A أكبر من الصفر
وبأكبر من الصفر، يعني A وB من نفس الإشارة وموجبين تماما، عندئذ الإشارة تكون واضحة للجميع لأن الأسية موجبة. إذا A موجب تماما والأسية موجبة تماما والB موجب تماما، فواضح أن Fx عند ذلك الحين تكون موجبة. واضح. نمر الآن إلى الحالة الثانية، إذا كان A سالب و B سالب تماما، كلاهما في اثنين، A سالب تماما و B سالب تماما. طبعا لماذا هنا؟ لأن الأسية موجبة تماما. تحب يزيد يشرحها يشرحها، لأن الأسية دائما موجبة. هنا أيضا واضحة الإشارة، فإن اف اكس ما هي اشارتها؟ ما دام الاسيه موجبه تماما والأ سالب، اذا هذا المقدار يكون سالب، سالب في الموجب اذا سالب، والبي سالبه، اذا اف لي اكس تكون سالبه لان الاسيه موجبه. تبقى لنا الان الحاله الاخيره، الحاله الثالثه، اذا كان ا في بي اصغر من صفر. طبعا هذه الحالة الأولى والحالة الثانية نقدر ندمجهم في حالة واحدة، نقول A في B أكبر من صفر. ما معنى A في B أكبر من صفر؟ معناه الA والB من نفس الإشارة، يعني A موجب B موجب درسناها في الحالة الأولى، أو A سالب B سالب درسناها في الحالة الثانية. أما الآن الحالة الأخيرة، إذا كان A وB من إشارتين مختلفتين، إذا هذا معناه أي A و B من إشارتين مختلفتين، يعني واحد موجب والثاني سالب، نقسمها إلى حالتين، الحالة ألف والحالة باء. لكن قبلها والفائنة هنا في هذه الحالة، ما دام A موجب B سالب أو العكس، هنا هذه العبارة إشارتها تكون غير واضحة، ماهيش كيما الحالة الأولى والحالة الثانية. إذا نبحث عن الأعداد التي تعدمها، فإنه من أجل كل إكس من دي إف لي إكس تساوي صفر، معناه A أسية إكس زائد B تساوي الصفر، المجاهيل في جهة والمعالم في جهة، A أسية إكس تساوي ناقص بي. حاول دائما لما تستعمل الرموز الرياضية التي تحتاج إلى ضوابط وشروط أن تتأنى في الحسابات. الآن واش غادي نكتب؟ غادي نكتب أسية إكس تساوي ناقص بي على، قاعد تقول على، تأكد لي أولا من أن المقام غير معدوم لكي يكون الكسر هذا عنده معنى. بالفعل غادي نقسم على A، A غير معدوم، إذا نستطيع أن نكتب هذا أسية إكس تساوي ناقص بي على A. واضح؟ الآن لإيجاد إكس، طبعا نتأكد باللي هذه تكون عدة حل لما يكون هذا موجب تماما، لأن الأسية راها موجبة تماما، إذا كان تساوي قيمة سالبة نقول مستحيل، لكن هذا بالفعل قيمة موجبة، نتأكد من ذلك، يعني عندها حل. البي والآ من إشارتين مختلفتين، معناه جداءهم يكون سالب والقسمة أيضا تكون سالبة، سواء هذا أو هذا. إذا تأكدنا الآن بدون ناقص هذه، بي على آ نظرا لأن الآ والبي من إشارتين مختلفتين، إذا بي على آ، بي على آ يكون سالب، ما ضربه في الناقص يكون موجب تماما. إذا معادلة تقبل حل وحيد، ما هو الحل؟ نرجع للقواعد، أسية إكس تساوي A، وطبعا A موجب، إذا ما هو الحل؟ تقول لي X يساوي، حذفنا الأسية، إذا ظهر اللوغاريتمية، لوغاريتم، طبقوها، إذا X ماذا يساوي؟ لوغاريتم ناقص B على A. إذا أثبتنا باللي Fx تنعدم عند قيمة واحدة هي هذه، وحذاري أن تقول هذه راها كتابة خاطئة. هذه الكتابة بالفعل هذه صحيحة، الكتابة الخاطئة اللي راها تدور في ذهنك أنت، لوغاريتم
بيع لا أ هذا هو الخطأ بعينه. لماذا؟ لأن البي والآ من إشارتين مختلفتين، معناها البي موجب والآ سالب أو العكس. هنا تقول الخطأ هنا هذا المقدار سالب، ولا يجوز أن نكتب قيمة سالبة داخل اللوغاريتم. أما هذه صحيحة فعلا، لأن ناقص بي على أ موجب تمام. إذن هذا فيما يخص اف اكس تساوي صفر. الآن نحل إحدى المتراجحتين، إذن نختار متراجحة ونحاول نعالجها. إذن هذه الحالة رقم ثلاثة، مازال ما كملناهاش. الآن نشوف هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية نختار إحدى المتراجحتين، ولتكن مثلا اف لإكس متى تكون موجبة. إذا اف إكس تكون موجبة تكافئ منطقيا. نكتبها تولي أ أسية إكس زائد بي أكبر تماما من الصفر. المجاهيل في جهة والمعالم في جهة، تصبح أ أسية إكس أكبر من ناقص بي. تردوا بالكم الآن، هذه الآن لا نستطيع أن نواصل. هذه نسميها الآن ما كتبناش نضم نجمة، إذا نسميها نجمة. الآن واش غادي نكتبوا لو نواصل؟ أ أسية إكس أكبر من ناقص بي، غادي نكتب أسية إكس ونقسم على أ، تولي ناقص بي على أ. هنا ترد بالك راك في متراجحات. هل هذا اللي قسمنا عليه أولا معدوم ولا غير معدوم؟ الجواب غير معدوم، إذا جائز القسمة. هل نغير الاتجاه ولا ما نغيرش؟ طبعا تعرفون جميعا أن علاقة أكبر تتغير إلى علاقة أصغر إذا قسمنا أو ضربنا في عدد سالب. إذا أ هذا سالب ولا موجب؟ لا ندري. لهذا ممكن ما تغيرش في حالة أ موجب، وممكن تغير في حالة أ سالب. لهذا نضطر أيضا إلى دراسة حالتين. إذا الحالة ألف، إذا كان نختار الآن أ موجب والحالة الثانية أ سالب. الحالة ألف، إذا كان أ أكبر تماما من الصفر، وطبعا الحالة مادام أ أكبر من الصفر بي وش يكون؟ يكون سالب، لأن في الحالة رقم ثلاثة. إذا كان أ أكبر من الصفر نستطيع أن نواصل. واصلوا الآن. نجمة تكافئ، يعني هذه ماذا تكافئ؟ أسية إكس أكبر ما تغيرش. لماذا؟ لأن قسمنا على عدد على عدد موجب، أصبح ناقص بي على أ، واضحة؟ لأن الأ راه موجب. إذا إكس أكبر، حذفنا الأسية، إذا ماذا نظهر؟ نظهر اللوغاريتمية، أصبح لوغاريتم ناقص بي على أ بهذه الكيفية، واضح؟ يعني إكس إلى أين تنتمي؟ تنتمي من المجال المفتوح لوغاريتم ناقص بي على أ إلى زائد ما لا نهاية، واضحة؟ وإشارة F لإكس في هذه الحالة تعطى B. هذه الحالة بدنا ندرسوها. إذا هذه إكس وهذه F لإكس، دائما هذه راه تحت الحالة رقم 3. إذا مجال تعريف ناقص ما لا نهاية زائد ما لا نهاية، العدد الذي يعدم هو لوغاريتم بين قوسين ناقص بي على أ، هنا ينعدم اف اكس تنعدم. هنا واش ندير؟ هنا واش ندير؟ ما نقدرش ندير الآن عكسه وهنا نفسه، ما كانش هذا. إذا نرجع اف اكس موجبة، وراها اف اكس موجبة هاد اف اكس أكبر من الصفر، مشينا بها واصلوا واصلوا إلى أن وجدنا هذا المجال. هنا ندير إشارة زائد من هذا المقدار إلى زائد ما تكون هنا موجبة، وهنا واش تكون؟ طبعا تكون سالبة، واضح؟ هذه إضافة فقط. ما معنى هذا؟ يعني نحاول نجيبوا القانون. هذا لو تلاحظوا هذا راه موجب، يعني مثل أ، إذا هذا هو إشارة أ، وهنا طبعا عكس إشارة أ، وهذه هي اف اكس. باش نخرجوا بنتيجة فيما بعد. مازال عندنا حالة أخرى، الحالة ب. إذا الحالة ب بهذا الشكل، إذا كان أ أصغر من الصفر. طبعا إذا كان أ أصغر من الصفر بي وش يكون؟ أكبر من الصفر، لأنه من إشارتين
مختلفتين. عندئذ النجمة هذه نعاودها لكم، إذا هذه A باش تتبعوا معايا، A أسية X أكبر من ناقص B سميناها نجمة. إذا النجمة تكافئ أسية X، غادي نقسم على A، إذا أصبحنا ناقص B على A، وتردوا بالكم ما دام A سالب لما نقسموا على عدد سالب أو نضرب في واحد على A، أنتم أحرار إما نقول نقسم على A ونضرب في واحد على A الطرفين، ما دام هذا A سالب الاتجاه يتغير، كانت أكبر تصبح أصغر تماما. إذا X حذفنا الأسية، إذا ماذا نظهر؟ اللوغاريتمية تبقى أصغر من اللوغاريتم ناقص B على A، لأن الدالة اللوغاريتمية دالة متزايدة. ما معنى هذا؟ معنى X تنتمي من ناقص ما لا نهاية إلى هذا العدد اللي هو لوغاريتم ناقص B على A، وإشارة F لX تعطى B. نعاود نديرو جدول مثل الأول بهذه الطريقة. إذا هنا X ثم F X ثم الخروج بقانون، إذا هنا ناقص ما لا نهاية زائد ما لا نهاية، العدد الذي يعدم F X هو دائما لوغاريتم ناقص B على A، هكذا ناقص B على A، إذا ينعدم بهذه الطريقة. أو خلي مثلا نحاول نصلحوا هذه في الكتابة باش تكون واضحة. إذا هنا لوغاريتم ناقص B على A، وهذه زائد ما لا نهاية ناقص B على A. إذن Fx تنعدم عند هذا المقدار. الآن الإشارة نرجع الآن، واش ردنا هنا؟ Fx مجابة، وراء Fx مجابة هنا مشينا به، Fx مجابة في الحالة B واصل، Fx مجابة معنى هذا معنى هذا إلى أن وصلنا هذا، معنى إشارة زائد تبها في هذا الجهة، هذه زائد وهذه سالب. لو دققت جيدا ماذا نجد كقانون؟ هذه Fx من ناحية الإشارة، هذه مجابة عكس هذه، رانا في الحالة الثانية A سالب وهذه مجابة، هنا نقول عكس إشارة A، وهنا ناقص مثل هذه نقول إشارة A. هذا هو الجواب. عندئذ نخرج بحوصلة أو بخاتمة أو بنتيجة أن هذا، ردوا بالكم منه، هذا A أسية X زائد B نتعامل معه كمثل تعاملنا مع إشارة كثير حدود الدرجة الأولى في حالة واحدة، لما يكون الA والB من إشارتين مختلفتين، أما باقي الحالات فتكون الإشارة واضحة. وأيضا عندنا نتيجة ثانية كما رأيناها في الدالة اللوغاريتمية، إذا كان أعطانا مقدار A أسية 2X زائد B أسية X زائد C أيضا يخضع إلى هذه الشروط. إذا كان A في B أصغر من الصفر، تردوا بالكم من الشرط، إذا كان A في B أصغر من الصفر، ما معنى هذا؟ يعني A و B من إشارتين مختلفتين، أي أن A فاصلة B من إشارتين مختلفتين، واضح؟ من إشارتين مختلفتين، فإننا نتعامل مع إشارة المقدار هذا A أسية X زائد B بهذا الشكل، مع A ينتمي إلى R نجمة و B تنتمي إلى R، مثل تعاملنا مع إشارة كثير حدود من الدرجة الأولى، طبعا وذلك لوضع أسية X يساوي T. إذا نظن النتيجة هذه واضحة، تردوا بالك في الحصة السابقة A لوغاريتم X زائد B ما عنده شرط، نتعامل معه مثل إشارة كثير حدود الدرجة الأولى، أما هنا بشرط. أما الحالة الأخرى واضحة، لما يكون A موجب B موجب فهذا موجب،
لما يكون A سالب B سالب فهذا سالب. فقط في الحالة اللي يكون A و B مختلفين في الإشارة نتعامل معه مع مثل إشارة كثير من درجة الأولى. النتيجة الآن رقم 2 كما رأينا أيضا في الدالة اللوغاريتمية. إذا كانت الأعداد A فاصلة B فاصلة C من إشارات مختلفة. إيش معناها؟ معناها A سالب B موجب C موجب، معناها A سالب B سالب C موجب، معناها A موجب B موجب C سالب، يعني الحالات المختلفة ما يكونوش من نفس الإشارة. إذا من إشارات مختلفة فإنه لدراسة إشارة المقدار هذا اللي هو A أسية 2X زائد B أسية X زائد C، يعني الآن لو تضع أسية X تساوي T يصبح هذا من الدرجة الثانية. طبعا نشترط أن يكون A غير معدوم وطبعا B و C أعداد حقيقية. إذن لدراسة إشارة هذا المقدار ننصح بالتحليل، يعني تحاول الآن تستعمل بعد ما تضع أسية X تساوي T وترجع المعادلة من درجة ثانية وتحسب دلتا. الآن من الأحسن رجعوا إلى جداء عاملين هذا النوع. إذن فإنه لدراسة إشارة المقدار هذا نحلله، هذه القاعدة أحسن، نحلله إلى جداء عاملين من الشكل. طبعا وش من الشكل؟ الشكل هذا، لكن لا يجوز أن نكرر مرتين، نعدكم الأ والب رانا استعملناهم الأ والب، لهذا نقول من الشكل ألفا في أسية إكس زائد بيتا، طبعا مع ألفا غير معدوم، يعني ألفا ينتمي لأي نجمة ممكن نكتبهم في هذه الجهة، مع ألفا ينتمي لآر نجمة وبيتا تنتمي لآر، يعني تحاول تحلوا إلى جداء عاملين من هذا الشكل، وذلك طبعا بوضع يعرف الجميع هذه، وذلك بوضع أسية إكس يساوي تي. ونرجع إلى الحالة السابقة، طبعا هذا كله نوضحه بالأمثلة التطبيقية والتمارين الخاصة بهذا المقدار، واضح؟ إذن مع التمرين التطبيقي الأول لتطبيق قانون المقدار هذا اللي هو من ناحية الإشارة A أسية X زائد B، طينا الآن القوانين كيف نحدد إشارة هذا المقدار. هذا التمرين أمامكم في صبورة، يمكن أن تقرأه بتأني وتحاول أن توقف الفيديو للحظات لتحاول في كل واحدة من هذه الحالات، ثم بعد ذلك تطلع على الحل لتحاول أن تقيم نفسك بنفسك. إذن الحل نبدأ رقم واحد، ما فيهاش مشكل. إذن رقم واحد، F لX تساوي 3 أسية X زائد 5. طبعا هنا راه فين المجموعة التعريف، لأن قال الدالة معرفة على R، إذا مدى معرفة على R إذا مجموعة التعريف عطاها لنا، إذا D تساوي A معطات. الآن هذه إشارتها واضحة، لاحظوا الآن هذا راه من الشكل A أسية X زائد B، معامل الأسية هو الأ يعني 3 وهذا هو البي، بما أن هذا موجب تماما وهذا موجب تماما والأسية موجبة تماما واضحة. إذن واضح من أجل كل إكس من دي إف لإكس أكبر من الصفر السبب لأن الأسية موجبة، إذن إشارتها واضحة موجبة، هذا رقم واحد فيهاش مشكلة. نمر الآن إلى رقم 2، F لX تساوي 1 ناقص جذر 2 أسية X ناقص 2، طبعا مجموعة التعريف معطات A هذه أولا، ومن
اجلي كل اكس من دي ما نروحش مباشره ندير اف اكس تنعدم بعد اف اكس. اول شيء نلاحظ بعد ذلك نقوم بالترتيبات اللازمه. طبعا هنا لو تلاحظ جيدا هذا المقدار هذا هو ا وهذا هو بي، رانا في الحاله الا والبي من نفس الاشاره، هذا بي راه سالب وهذا واضح باللي سالب. ا ناقص جذر 2، جذر 2 قيمتها التقريبيه 1.4، 1.4 اذا 1 ناقص قيمه سالبه، اذا هذه سالبه وهذه سالبه والاسيه موجبه، اذا السالب في الموجب تعطينا سالب، مع السالب تكون سالب، فنكتب عندئذ مباشره اف اكس سالبه، والسبب لان ممكن نشرحوها للتوضيح. طبعا هذا واضح سالب، ممكن واحد ينسى هذا، لان 1 ناقص جذر 2 سالب والاسيه طبعا موجبه. اذا هذا فيما يخص الحاله الثانيه. نمر الان الى الحاله رقم 3. اذا اف لاكس تساوي 2 اسيه اكس ناقص 4، هذه رقم 3. اول شيء مجموعه تعريف معطات دي تساوي اف. ثانيا هنا تمشوا الان من اجل كل اكس من دي، لاحظوا الان الا قيمتها 2 والبي قيمتها ناقص 4 من اشارتين مختلفتين. في هذه الحاله اف اكس حتما تنعدم، والاشاره نتعامل معه مثل اشاره كثير حدود من الدرجه الاولى. اذا اول خطوه نبحث عن الاعداد التي تعدم اف لاكس. اف لاكس هي هذه، اذا تصبح 2 اسيه اكس ناقص 4 تساوي الصفر. المجاهيل في جهه والمعالم في جهه، هذا معناه اسيه اكس تساوي 4 على 2 يعني 2. نحذف الاسيه باللوغاريتم، طبعا نكتب هنا اكس، انا حذفت الاسيه، نكتب هنا لوغاريتم 2، حل وحيد. واشاره اف اكس في هذه الحاله تعطى ب الجدول بهذه الكيفيه، ثم نكتب هنا اكس وهنا اف لاكس. هنا مجال التعريف من ناقص ما لا نهايه الى زائد ما لا نهايه. العدد الذي يعدم اف لاكس هو لوغاريتم 2، وطبقوا القانون ماهوش كيما الحاله الاولى والحاله الثانيه. اذا اصغر منه نكتب عكس اشاره ا. شنو نقصد ب ا هذا؟ اذا عكس معامل الاسيه وراها اف اكس، هاي هنا اف اكس راكم تلاحظوا فيها معامل الاسيه موجب، هذا هو ا، عكسه هنا وهنا نفسه. اذا هذه هي اشاره اف اكس في الحاله رقم 3. نمر الآن إلى الحالة رقم 4. اف لإكس تساوي 1 ناقص أسية إكس. أولا مجموعة التعريف أعطيت لنا دي تساوي اف. ثانيا نلاحظ أن إشارتها غير واضحة، لماذا؟ لأن الأ والبي من إشارتين مختلفتين، أ هو معامل أسية يعني قيمتها ناقص 1 والبي هي 1. عندئذ نبحث عن العدد الذي يعدل من أجل كل إكس من دي. إف لإكس تساوي صفر، معناه 1 ناقص أسية إكس تساوي صفر، يعني أسية إكس تساوي 1. قلنا هذه الجهة الثانية، هذه بدون استعمال اللوغاريتم، هذه مكتوبة على شكل أسية إكس تساوي أسية الصفر، هذا معناه اكس يساوي الصفر، يعني وجدنا حل وحيد يعدم اف لاكس. واشاره اف اكس نتعامل معه مثل اشاره كثير حدود من الدرجه الاولى، هذا اكس وهذا اف اكس، مجال التعريف ناقص ما لا نهايه زائد ما لا نهايه، هذا العدد الذي يعدمه، اذا لا تنعدم. اصغر منه عكس اشاره ا، شنو نقصد ب ا؟ معامل الاسيه، هذه الاسيه معاملها هو ناقص 1، اذا ندير هنا عكس موجبه سالبه، ونكون بذلك قد اجبنا عن الحاله رقم 4. خامسا واخيرا اف لاكس تساوي اسيه 3 ناقص اكس ناقص 1، ونريد إشارة اف اكس. هنا تردوا بالكم، أولا
هذا راك تلاحظ فيه لا يخضع الى هذا القانون لانه لا يشبهه اصلا. هذا راه الاس 3 ناقص اكس وهذا الاس هو اكس. اذا هذا لما قلنا لما يكون ا و ب من اشارتين مختلفتين فان اشاره هذا المقدار نتعامل معه مثل اشاره كثير من الدرجه الاولى. هذا لا ينطبق على هذا. اذا هذا نعالجه بطرقنا الخاصه. لكن كملاحظه فقط، لو كان اعطاني هذه هنا زائد واحد اشارتها واضحه. الاسيه هذه راكم تلاحظوا فيها موجبه لان مش اسيه اكس، اسيه اي بصفه عامه موجبه تماما وهذا موجب تماما، فالاشاره واضحه اف اكس اكبر من صفر. لكن لما تكون بهذه الطريقه اذا نعالجها بهذه الكيفيه. اولا مجموعه التعريف بي تساوي راكم تلاحظوا الاس عباره عن كثير حدود، اذا مجموعه التعريف هي ال، كاش مشكل. ثانيا نبحث عن العدد الذي يعدم اولا ثم ندير الاشاره، من اجل كل اكس من دي متى تكون عباره اف اكس معدوم. معناه اسيه 3 ناقص اكس ناقص 1 يساوي الصفر، معناه اسيه 3 ناقص اكس يساوي 1. بامكانك ان تكتب 3 ناقص اكس حذفت الاسيه، اذا ندير هنا لوغاريتم 1 ولوغاريتم 1 يساوي صفر. هذه طريقه. طريقه اخرى نستطيع ان نكتب اسيه 3 ناقص اكس الواحد هو اسيه الصفر. نستند الى خواص الاسيه، اذا الاس يساوي الاس يعني 3 ناقص اكس يساوي صفر، هذا معناه اكس يساوي 3. هذه اول. اذا وجدنا ان اف اكس تنعدم من اجل اكس يساوي 3. الان لا نستطيع ان نتنبا باشاره اف اكس ونستعمل الجدول وندير الاشاره نقول اقل منه عكس واكبر من نفس، هذا خطا. لماذا؟ لان الاس راكم تلاحظوا 3 ناقص اكس، بينما هنا الاس هو اكس. ماذا نفعل عندئذ؟ نحل احدى المتراجحتين، ثالثا نختار متراجحه سواء كانت اكبر ولا اصغر. اذا مثلا نختار الاكبر. اذا اف لاكس متى تكون موجبه؟ تمام، نمشوا بها عادي. تكون موجبه نعوض اف اكس يعني اسيه 3 ناقص اكس ناقص 1 اكبر من الصفر. المجاهيل في جهه والمعالم في جهه، اسيه 3 ناقص اكس اكبر من الواحد. هذا معناه اسيه 3 ناقص اكس اكبر من الواحد، نكتبها بالشكل اسيه الصفر. وبامكانك ايضا ما تكتبش هذه واكتب مباشره 3 ناقص اكس اكبر، ما تغيرش لان الداله اللوغاريتميه داله متزايده. نحذف الاسيه نبين في مكانها اللوغاريتميه، تصبح لوغاريتم واحد وتوصل. يعني هذه مقبوله. الان استنادا الى خواص الاسيه عندنا قانون اسيه اكس اكبر من اسيه ا، هذا معناه اكس اكبر من ا. طبعا لا نغير على اكبر، اصبح 3 ناقص اكس اكبر من الصفر. ننقل اكس للجهه الثانيه تصبح 3 اكبر من اكس. قراءة تبع المجهول، إذا هذا المجهول نقرأه إكس أصغر من 3، إذا هذا معناه إكس أصغر من 3، لم نغير طبعا، قراءة إكس أصغر من 3، معناه إكس تنتمي من ناقص ما لا نهاية إلى 3 مفتوح. مادام تحصلنا على إف إكس متى تكون موجبة، إذا إف إكس تكون سالبة في المجال المتبقى، وبالتالي نستطيع الآن أن نستعين بالجدول ونقول وإشارة إف لإكس تعطى ب. الجدول التالي هذا إكس وهذا إف إكس هكذا. هنا مجال التعريف ناقص ما لا نهاية زائد ما لا نهاية، وهنا ندير العدد الذي يعدم. ما هو العدد الذي يعدم؟ هو 3. إذا نكتب هنا 3. هنا ما كانش قانون تقول لي اصغر عكس من نفس، هذا خطا. اف اكس حنا حلينا احد المطر، اف اكس متى تكون موجبه؟ نمشي بها اف اكس تكون موجبه بهذه الطريقه. ها هو المجال، اذا اف اكس تكون موجبه تماما في هذا المجال. وراء هذا المجال اللي منا يعني هنا تكون موجبه. مال المجال هذا واش تكون؟ تكون سليمه. اذا كان اف اكس من هذا الشكل اعطينا القانون كيف نطبقه، وإذا كان اف اكس لا تخضع إلى هذا الشكل تحلها بهذه الكيفية.
نظن هذا التمرين كافي لتدعيمكم وتطبيق إشارة A أسية X زائد B. بقي الآن تمرين ثاني عن نتيجة رقم 2 اللي هي إشارة A أسية 2X زائد B أسية X زائد C. الآن مع التمرين الثاني وهو تطبيق على المقدار أو إشارة المقدار A أسية 2X زائد B في أسية X زائد C. إذا نبدأ الآن في الحل، التمرين أمامكم ممكن تقرأه بتأني وتعالجون حالة بعد حالة، كل واحدة تعالجوا حالة. أول الحل، نبدأ بالحالة رقم 1، إذا F لX تساوي أسية 2X زائد أسية X زائد 4. طبعا مجموعة التعريف أعطيت لنا ونظن هذه إشارتها واضحة. لاحظوا الآن، A هو معامل أسية 2X وال B معامل أسية X والطرف الحر هو C. واش راكم تلاحظوا الآن؟ تلاحظوا الـ A موجب تماما وال B موجب تماما وال C موجب تماما، وإضافة إلى ذلك الأسية موجبة تماما، فإشارته واضحة. إذا أعطانا مجموعة التعريف نكتبها فقط B تساوي A، وثانيا هذا لا يتعبنا، واضح. من أجل كل إكس من دي إشارة إف إكس أكبر تماما من الصفر. الأسباب الآن، أولا إضافة إلى الأسباب الأ والبي والسي أعداد موجبة، فإن الأسية موجبة مش أسية إكس، أسية إكس وأسية 2إكس بصفة عامة، أسية إي دائما موجبة. إذا هذا فيما يخص رقم 1. نمر الآن إلى رقم 2، إذا هذا فيما يخص رقم 1. الآن رقم 2، F لX تساوي 1 ناقص أسية 2X. أولا مجموعة التعريف أعطيت لنا D تساوي A، ثانيا هذه الآن إشارتها غير واضحة لأن الواحد فعلا موجب تماما وهذه موجبة تماما، لكن بينتهم نقص، قد تكون النتيجة موجبة قد تكون سلبة. هذا لا يحتاج منا إلى تبديل متغير، هذه مباشرة قانون نكتبه واحد. إذا نحل الأفضل، إذا عدنا F لX هذا فرق بين مربعين نحلله، ما فيها صعوبة، لكن قبل هذا نبحث عن الأعداد التي تعدمه. من أجل كل X من D F لX تساوي الصفر، معناه 1 ناقص أسية 2X تساوي الصفر. المجاهيل في جهة والمعالم في جهة، تصبح أسية 2X تساوي 1، وهذا معناه أسية 2X تساوي أسية الصفر، يعني 2X يساوي صفر. إذن X يساوي الصفر لأن جداء يساوي صفر، الأول يساوي صفر أو الثاني، بما أن اثنين ما تساوي الصفر فإن X يساوي الصفر. إذن وجدنا أن X تنعدم من أجل هذه القيمة. ما نروحش نتسرع الآن وندير الجدول، إذن الآن باش ندير جدول لازم أول شيء نحلل، هذه ثانيا. ثالثا كاين طريقتين، إما تحل إحدى المتراجحتين تختار FX موجبة تماما أو سالبة تماما تحر، أو تحلها بهذه الخيفية. إذا عدنا F لX تساوي 1 ناقص للتوضيح فقط أسية X الكل تربيع، وهذا الواحد أيضا نكتبه الكل تربيع. إذا 1 ناقص أسية 2X نستطيع كتابتها 1 مربع ناقص أسية X الكل تربيع. هذا فرق بين المربعين، يعني Fx تساوي 1 ناقص أسية X في 1 زائد أسية X. في الصعوبة واضحة. إذن ما دام حللنا كما في القانون أعطيناكم نصيحة، قلنا لدراسة إشارة مقدار من هذا الشكل نحلله إلى عبارات من شكل ألفا أسية X زائد بيتا. طبعا راكم تلاحظوا عندكم جداء عاملين، احد العوامل اشارته واضحه وموجب تماما هو هذا، اذا هذا لا يدخل في الاشاره. اذا نقول عندئذ اشاره اف لاكس هي اشاره ماذا؟
واحد ناقص اسيه اكس فقط. ما هو السبب؟ لان المقدار الثاني واحد زائد اسيه اكس موجب 8. هنا رجعنا الان هذه العباره الى عبارات من هذا النوع، وراكم تلاحظوا الا اللي هو معامل الاسيه والبي من اشارتين مختلفتين. اذا نستعين بالجدول. هذا الجدول إشارة اف اكس تعطى بالكيفية التالية: هذا اكس، اف اكس مجال التعريف من ناقص ما لا نهاية زائد ما لا نهاية، وين ينعدم هذا المقدار أو هذا المقدار أو هذا المقدار، وجدنا ينعدم عند الصفر بهذه الطريقة. أصغر منه واش نكتب؟ عكس إشارة ا. شنو نقصدو بـ ا؟ ليس معامل أسية 2 اكس. إذا هذا هو الشكل هذا. إذا هنا معامل أسية سالب، هنا يكون عكسه موجبة وهنا سالبة. ونكون بذلك قد أجبنا على الحالة الثانية. رقم ثلاثة، المطلوب دراسة إشارة fx. كالعادة دائما أول شيء مجموعة التعريف أعطيت لنا. إذا أولا دي تساوي ا، ثانيا نتبع النصائح التي ذكرناها سابقا لدراسة إشارة هذا المقدار. لما تكون الـ A والـ B والـ C من إشارات مختلفة، راكم تلاحظوا هنا A قيمتها 3 وB قيمتها 1 و C قيمتها ناقص 4، فهي من إشارات مختلفة. نصحنا بالتحليل. طبعا باش نحلل أول شيء نحلوا المعادلة. إذا من أجل كل إكس من دي نقوم بحل المعادلة اف اكس تساوي الصفر، معناه 3 أسية 2 اكس زائد أسية اكس ناقص 4 تساوي الصفر. نستعين الآن بالمجهول المساعد، ولا قبلها نوضح لكم هذه أكثر. هذه عبارة عن 3 أسية اكس الكل مربع زائد أسية إكس ناقص 4 تساوي الصفر. بالاستعانة بالمجهول المساعد نضع أسية إكس تساوي تي، تصبح 3 تي مربع زائد تي ناقص 4 تساوي صفر. مادام أدخلنا رمز جديد يجب أن نعرفه، وضعنا أسية إكس يساوي تي. المفروض كقاعدة عامة هذه نعالجها بالمميز دلتا، هذه كقاعدة عامة، لكن نظرا لأن مجموع المعاملات معدوم فهذا يتحلل كما يلي: تي ناقص الحل الظاهري الواضح هو أن الواحد هو حل هذه المعادلة، فنكتب تي ناقص واحد والقوس المتبقي واضح. إذا عندكم 3 تي مربع تنتج من ضرب الأول في الأول، إذا هذا في هذا يعطينا 3 تي مربع. ماذا نكتب هنا؟ نكتب 3 تي بهذه الطريقة. ثم عندكم 4 تكتبوا هنا 4، قالنا وراها نكتبوا زائد ولا ناقص، الأخير اللي هو ناقص 4 ينتج من ضرب الأخير في الأخير، يعني ناقص 1 في هذه القيمة تعطينا ناقص 4، إذا واش نقترحنا؟ طبعا نكتب زائد. هاي تصبح ناقص 1 في 4 تعطينا ناقص 4. هذه الآن الأول يساوي الصفر أو الثاني يساوي الصفر. هذه تعطينا تي تساوي واحد، وطبعا هنا مباشرة تي تساوي ناقص 4 على 3. الآن نأتي بقيم إكس. الحالة الأولى نبدأ بالأسهل، أسية إكس تساوي تي، تي عنده قيمتين، هذه ناقص 4 على 3 واضح ليس لها حل في آل. لماذا؟ لأن الأسية موجبة. أما الحالة الثانية هي أسية إكس تساوي 1، هذا بدون طبعا الاستعانة باللوغاريتم، نكتبها أسية إكس تساوي أسية الصفر ومنه إكس يساوي الصفر، بمعنى أن اف إكس تنعدم. إذا ممكن نلخصها، اف إكس تنعدم عند إكس تساوي الصفر. هذه كملاحظة. الآن إذا القيمة، العبارة اف إكس تنعدم عند قيمة واحدة هي إكس تساوي صفر. نريد الآن معرفة الإشارة، ينبغي أن نحلل. إذا نذكر ونجعل التحليل من هذه، و
وراء التحليل هذا راكم تلاحظوا فيه هو التحليل تاعه. اذا بما ان وبما ان 3 تي مربع زائد تي ناقص 4 تساوي وراء التحليل تاعه هو تساوي تي ناقص 1 في 3 تي زائد 4. فانه لدراسة إشارة fx نحللها إلى عبارات من هذا الشكل. نعوض t بأسية x هذه تعطينا f لx. إذن هذه بالضبط لما نرجعوها t قيمتها اللي هي أسية x تعطينا هذه 3 أسية 2x زائد أسية x ناقص 4 اللي هي بالضبط fx. ماذا تساوي؟ t نعوضها تصبح أسية x ناقص 1 في 3 أسية x زائد 4. إذن هذا هو التحليل الخاص بـ fx. إذن ما هي إشارة fx؟ إذن إشارة f لx هي نفس إشارة ما دام fx عبارة على جدا عاملين واضحين، العامل الأول هو أسية x ناقص 1 والعامل الثاني هو 3 أسية x زائد 4، هذا موجب تماما يحذف. إذا أصبح هي إشارة أسية x ناقص 1 والإشارة تاعو هذه واضحة. إذا نديروها مباشرة هذه عبارة عن x وهذه f لx. مجال التعريف ناقص ما لا نهاية زائد ما لا نهاية. fx تنعدم عند هذه القيمة اللي هي صفر. والإشارة لا ننظر إلى هذا، ننظر إلى هذا فقط. ما دام هذا راه مثل هذا والأ والبي من إشارتين مختلفتين، هنا عكس إشارة أ. شنو نقصد بالأ؟ ليس كما ذكرناه سابقا اللي هو 3 والبي 1 والسي تساوي ناقص 4، راه نتكلموا على هذا. هذا من الشكل هذا. إذا عكس إشارة أ يعني عكس إشارة معامل أسية، بما أن معامل أسية موجب تكون هنا سالبة وهنا موجبة، ونكون ذلك قد أنهينا العمل مع الحالة رقم 3. تبقى لنا الحالة رقم 4. f لي x تساوي أسية 2x ناقص 5 أسية x زائد 6. أول شيء مجموعة التعريف، أولا مجموعة التعريف أعطيت لنا دي تساوي a. ثانيا بما أن الإشارات مختلفة، الأ موجب ب سالب والسي موجب، إذا أول شيء نبحث عن العدد الذي يعدم f لx. من أجل كل x من d f لx تساوي الصفر يكافئ منطقيا أسية 2x ناقص 5 أسية x زائد 6 تساوي الصفر. نستعين بمجهول مساعد، إذا هذه نوضحها أكثر، هي عبارة عن أسية x الكل تربيع ناقص 5 أسية x زائد 6 تساوي صفر. بوضع أسية x تساوي t تصبح t مربع ناقص 5 t زائد 6 تساوي صفر، مع العلم أننا وضعنا أسية x تساوي t. طبعا هذه نعالجها بالمميز دلتا. إذا لو نسمي هذه المعادلة نجمة، إذا نحل المعادلة نجمة باستعمال المميز دلتا. دلتا يساوي ب مربع ناقص 4 ا سي. طبعا أول شيء تجرب مجموع المعاملات غير معدوم، إذا الواحد ليس حلا، إذا تحل بدلتا عادي. حيث قيمة البي هي ناقص 5، وكنصيحة دائما حاول تكتب قيمة البي، لأن قيمة البي هي اللي تقلط التلاميذ. في حالة دلتا نخرجوا كيف اللي اداها ناقص 5 يحسب دلتا، واللي اداها 5 يخرجوا في نفس النتيجة، لكن الحلول تكون خاطئة. إذا ردوا بالكم لازم نكتب قيمة البي. إذا هذه تعطينا ناقص 5 مربع ناقص 4، الأ قيمتها 1 والسي قيمتها 6. كم النتيجة؟ إذا هذه 25 وهذه 24. إذا قيمة دلتا تساوي 1. إذا بما أن دلتا أكبر من صفر فلي المعادلة النجمة هذه حلين متمايزين، هما ت فتحة وت فتحتين. ت فتحة يساوي ناقص ب زائد جذر دلتا على 2 أ. نقوم بالحسابات اللازمة. ب تساوي ناقص 5 في الناقص، إذا تعطينا زائد 5. ناقص زائد جذر دلتا هو 1، إذا هنا زائد جذر دلتا 1
على 2 ا، ا قيمتها 1 اذا 2، 6 على 2 اذا 3. الحل الثاني ت فتحتين يساوي ناقص ب ناقص الجذر التربيعي لدلتا على 2 ا يساوي 5 زائد 5 ناقص 1 على 2 يساوي 4 على 2 يعني 2. هذه قيم تي، لكن نحن نريد قيم اكس. اذا الحاله الاولى اسيه اكس تساوي قيمه تي فتحه تي يعني 3، تحصل على اكس يساوي لوغاريتم 3. هذا الحل الاول. الحل الثاني اسيه اكس تساوي 2، تحصل على اكس يساوي لوغاريتم 2 بهذه الطريقه. الان ما دام وجدنا عدا حلين، اذا نحلل. اذا ولدينا هذا رقم تلاحظوا فيه تي مربع، تي مربع ناقص 5 تي زائد 6 يتحلل. كيف يتحلل؟ يتحلل بهذه الطريقه. ا تعسير الثانيه تي ناقص تي فتحه في تي ناقص تي فتحتين، يعني تي مربع ناقص 5 تي زائد 6 يتحلل بالشكل التالي. الا قيمتها 1 فتصبح تي ناقص الحل الاول تي فتحه وليس اكس، تي فتحه تي فتحه هو 3 مضروبه في تي ناقص تي فتحتين يعني 2. نحذف الان تي ونرجعها للاسيه. اذا ومنه هذه لما نرجعوا للاسيه هذه تصبح اسيه 2 اكس ناقص 5 اسيه اكس زائد 6 اللي هي اف اكس، وهذه تصبح هي أسية x ناقص 3 في أسية x ناقص 2 هكذا. الآن هذا ما دام هذا راه من إشارتين مختلفتين وهذا من إشارتين مختلفتين، عندك طريقتين. طريقة أولى تستعمل هذه النصيحة اللي تعودنا عليها، إذا هكذا تكتب هنا x وهنا f ل x. صح متى هذا؟ كيولي عندك حلين بالنسبة لإكس، دير هذه الطريقة. إذا ناقص ما لا نهاية زائد ما لا نهاية ترتب لي العددين الحلين، ليس الواحد واثنين، ليس ثلاثة واثنين، هذه قيم تي، قيم إكس لوغاريتم ثلاثة ولوغاريتم اثنين، ما دام الدالة الدالة متزايدة هذا هو الأصغر، لوغاريتم اثنين هو الأصغر من لوغاريتم ثلاثة، فنكتب لوغاريتم اثنين ثم لوغاريتم ثلاثة، تنعدم تنعدم. هنا تستطيع أن تتعامل معه مثل إشارة كثير حدود من الدرجة الثانية، تقول لي بين الحلين عكس إشارة معامل لوغاريتم إكس مربع. إذا هذا هو معامل مش إكس مربع، معامل أسية 2 إكس، أسية 2 إكس معاملها واحد يعني موجب، ندير عكسه وهنا نفسه. هذه طريقة. طريقة ثانية الجدول لهذا الكيفية. إذا هذه إكس ثم أسية إكس ناقص 3، بعد ذلك أسية إكس ناقص 2، ثم الجداء اللي هو إف لإكس، تجد نفس الإجابة. ناقص ما لا نهاية زائد ما لا نهاية، نكتب الحلين، الحلين هما لوغاريتم 2 ولوغاريتم 3. طبعا ندير خطوط بهذه الكيفية. نبدأ بهذا، أسية إكس ناقص 3 ينعدم عند لوغاريتم 3، هنا ندير صفر، أصغر منه عكس إشارة معامل الأسية، معامل الأسية نطبقوا الآن بهذا القانون، معامل الأسية هنا موجب، إذا تكون سالبة سالبة هنا موجبة، أسية إكس ناقص 2 ينعدم عند لوغاريتم 2 أقل منه عكس إشارة معامل الأسية، إذا هنا سالب وهنا يكون موجب وهنا يكون موجب. اف اكس تنعدم عند هاتين القيمتين، الناقص في الناقص زائد، ناقص في الزائد ناقص، وزائد في الزائد زائد، ونكون بذلك قد اجبنا على الحالة الرابعة. أظن هذا التمرينين كافيين لترسيخ هذه القوانين في أذهانكم. شكرا على حسن المتابعة والإصغاء، و إلى اللقاء في حصة أخرى بحول الله. إلى ذلك الحين تقبلوا تحياتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.